تربيت روح العب لك بعيد عدن دي مسالة لا سلاح ولا رشاش لا انت ولا عفاش اللي هنود دخلة ما نبالي يا حوتي يا شيطان راكن على إيران جوك بلادي فاروت ينعش مريم في حلق السماء وعنه تفتش قالوا عدوة أبد العدوة جوي بكر سنة على قرب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في العاصفة. علي عبد الله صالح جلس فترة من الزمن يتحارب هو واحد في صعدة. الواحد هذا بيقول لكم عبد الجندي منه. ضد الحوثي بليري، ضد الحوثي بليري، ضد الحوثي بليري. هي هذا السرطان الموجود في محافظة صعدة أو أينما وجد، والآن 6 سنوات مضت مع قوة التخلف ودعاة الإمامة هؤلاء الجهلة. حلو. زي ما يقول علي عبد الله صالح انه المعركه كانت معركه ضد الامامه والرجعيه والتخلف والمش عارف ايش وايه معركه الجمهوريه ومعركه القصه كل الامور ما قصه يعني تعرفوا كم 6 حروب تعرف 6 حروب كم ماتوا يا جنود كم ماتوا يا ضباط ما اذكروا بصنعاء ولا بالمدن لما كنت تمشي تشوف سياره في ورا سياره صوره شهيد الشهيد العقيد فلان الفلاني الشهيد الملازم اول الشهيد الملازم ثاني الجندي المدري قتلوا من كل مكان من دمار من عمران من صعدة من حجة من تعز من أبيان من الجوف من مارب من الحديدة من كل اليمن توحدنا كلنا ومتنا داخل صعدة نحارب بعد علي عبد الله صالح قال هذه حرب ضد الـ 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 الإمامة والتخلف والرجعية والمحارف إيش حرب 6 حروب وإنهم هذا مش ترجع عجلة التاريخ إلى الوراء وعجلة التاريخ لا يمكن أن ترجع إلى الوراء وحرب وساعة يقولوا 20,000 اللي ماتوا وساعة يقولوا 30,000 جندي طبعا عدد كبير بس في النهاية انه في يعني ممكن يكون 30 ممكن يكون اقل بس في النهاية كثير يعني في النهاية حتى لو 10 أنفار ماتوا كثير يعتبر حرب يعني على الامامة وبس هذه من اجل الوطن في النهاية ماتوا كل مديريات صعطة ولن نسمح لهم ان يعبثوا بالامن والاستقرار في محافظة صعطة هذه الشرذمة من العناصر التخريبية الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون أحرقوا المزارع قتلوا الأطفال قتلوا النساء بسبب التمرد والتخلف طيب هذا من اللي ماتوا هم كانوا مفتكرين العساكر حقاك والجنود والإعلام والكذا كانوا مفتكرين أنهم رايحين حارب مع الجمهورية والوطن والتقدمية والمش عارف ايش وانت اللي كنت تقول الكلام هذا احنا مش جيب كلام من عندنا والحوثيين كانوا يصدعون النظام الظالم الفاسد اللي دمرونا بالطائرات وقتلوا اطفالنا ونساء وخذت السلطة حذو العدو الاسرائيلي في استهداف المدنيين المسالمين في القرى والمدن والاسواق تعاون مع الارهاب نعم كان علي صالح متعاونا مع الارهاب المهم وبعدين في النهاية إيش؟ في النهاية إيش؟ انتصارات في التلفزيون انتصر الجيش وانتصر الجيش على المتبردين الحوثيين وطلعوا لنا هذا كان يقول سيدي حسين رسول الله واحد فيما يلي نعرض أحد نماذج أولئك المخدوعين المضللين الذين ألقي القبض عليهم مؤخرا في ميدان المواجهة وتبرز إلى أي مدى خيم الجهل والضلال في رؤوس هؤلاء وتكشف حقائق التعبئة العنصرية المتطرفة هناك سيدي حسين سيدي أحمد صلاح الهادي رسول الله وسيدي حسين واحد رسول الله وسيدي حسين واحد ما بيش أي خلاف المهم احنا صدقنا الفيلم دمجنا معاكم عشنا كنا نصدق أنه أصحاب صعدة الحوثيين مظلومين أصحاب صعدة مظلومين أو كان الطائرات فوقهم ماتوا جيزهم جيز العساكر عساكر راحوا قاتلوا مع علي عبد الله صالح ماتوا والحوثيين واصحاب صعدة اللي داخل المدينة ماتوا والحوثيين بقيوا يجب محاكمتهم عصابة 7794 وقادت حروب وصعدها 6 والقتلة الثوار من عام 2011 إلى عام 2014 حلو وصادق أبو شارب
يجي يقول انه احنا مشكلتنا مع عصابة 77. من هو زعيم عصابة 77؟ علي عبد الله صالح. هو اللي عمل الحرب قال كان علي سالم علي سالم بذكر استنفصال ونزل يحاربه شرعية وحرب الشرعية علي عبد الله صالح. وزعيم العصابة الحروب الست هو علي عبد الله صالح. رئيس الدولة قائد الجيش هو اللي وجه وخلى الناس يروحوا يحاربوا كل الضباط اللي تحته يتمروا بأمرته. مش الجيش يتمر بأمر رئيس الدولة يعني عبد الله صالح ولا لا؟ الجيش ما يتحرك إلا بأمر رئيس الدولة. كل الجيش أمر رئيس الدولة هو كان يحرك. حلو، يعني عصابة 77 وزعيمها علي عبد الله صالح وقائد الحروب الست ورئيس الدولة في ذلك الوقت وهو اللي قرر دخول الحرب وست مرات وهو يحاربكم. وهو زعيم عصابة 77 يعني المفروض هو عدوكم الآن. يعني المفروض أول ما تدخلوا صنعاء تنجفوا أبوه تأكله ماكل. قتل حسين، قتل حسين الحوثي. وين لا ثارة الحسين؟ جالسين تبكوا على حسين الذي مات قبل 1400 سنة ومعاكم اللي قتل حسين أول أمس. منهم من قال هم من قال سيدتي إنه لما قدر القوم إلينا بالماء. كيف ورونا احنا يعني جالسين كذا تلطموا انفسكم بس تبكوا على الحسين ده هو اللي قتله خارجونا منه؟ لا طلعتوا اصحاب. ليش ما تقاتلوا ثم جرحوا الحسين؟ شوف ايش بيقول لك محمد البخيتي الان. ايضا كان في بيننا حرب احنا وعلي صالح لكن حصل توازن وصلنا لنتيجه انه خلاص ما عاد فيش فايده، صح ولا لا؟ ها ما فيش بينكم مشاكل؟ هم جالسين تطاحن بين ست حروب ويموتوا الناس هذم كلهم من الطرفين يمنيين في النهاية. مهما كنتم الحوثيين معفنين إلا أنكم يمنيين بنتحملكم مش مشكلة، بس لما تموتوا برضو يعني إحراج علينا كيمنيين إنه واحد مات تشعر بالألم. كان صح كان غلط لما يموت واحد يمني وجع يوجع لما واحد يموت حتى لو هو أخوك وغلطان وكذا يموت يوجعك. طيب ما تأسفوش أنتم على اللي يموت العسكري هذا اللي يموت هذا الحوثي اللي يموت هذا ما تأسفوش عليهم عادي ست برات تتحاربوا بيناتكم البين وبالنهاية تسدوا بعد مش بيننا مشاكل خلاص. محمد البخيتي قال ما في مشاكل وعبد الملك الحوثي قال ما في مشاكل وعلي عبد الله ما في مشاكل. وين الخلاف العقيدة ولا اسمه وهذا هم المتخلفين والإمامة والرجعية وينجي الكلام هذا كله؟ ما بش بيننا وبين الحوثيين شيء. الحوثيين كان وأنا كنت على رأس السلطة كان في خلاف إداري خلاف قانوني على يعني خلاف عدم الانصياع للسلطة المحلية عدم تنفيذ القوانين يعني ما هوش خلاف عقائدي على الإطلاق. خلاف إداري خلاف إداري تعمل على ست حروب وتجلس تكذب على الناس بحقك الخطب في كل المعسكرات تروح لكل المعسكرات تكذب على العساكر تخليهم يروحوا يموتوا. صديهم الباسل لفلول الإمامة الحالمين بعودة التاريخ إلى الوراء والعودة بالوطن إلى ما قبل قيام الثورة اليمنية الخالدة التي قضت وإلى الأبد على الحكم الإمامي الكهنوتي المستبد. تعرف كم في أيتام يعني أبائهم الجنود ماتوا في حرب صعدة من ضباط من عساكر من مجندين من يعني هذا الناس كلهم اللي ماتوا عادي عشان خلاف إداري عشان مديرية في حيدان هذا هو يعني والآن خلاص كان خلاف إداري والآن سديتم يعني في النهاية تسدوا على دمار الشعب. هذا هذه المرة اختلفتم وقتلتم الناس عساكر ومدنيين في صعدة والآن اتفقتم والناس يموتوا منزل جينا بعدا يعني تعمموا الوحدة الوطنية انه تميتوا الناس بكل المحافظات ما يصلحش انه يموتوا ناس بمحافظة ومحافظة لا يعني خلاص واضح اللعبة انكم كنتم سدين من زمان عصابة واحدة وانهم يدخلوا الحوثيين يقول لك ها احنا غرباءنا من حاربونا في صعدة الحروب الستة علي محسن خلاص مسك علي محسن فحط علي محسن خلاص هذا وراحوا يلقطوا الضباط الذي كانوا قادة ألوين ولا قادة معسكرات يعني كتائب راحوا يلقطوهم ويعدموهم لأنهم كانوا واللي قرر الحرب واللي كان يعمل قرار الحرب ويروح يحارب ويبرر للحرب هو أصلا رئيس الدولة رجع أصحابهم وحلف أصحاب حلف متحالفين ولا بهم شيء. إحنا متحالفين مع أنصار الله بدون أن نتحالف. إحنا متحالفين مع أنصار الله بدون أن نتحالف. وبعدين تجي تقول عبد ربه هو اللي سلم صنعاء للحوثيين. حلو عبد ربه سلم صنعاء للحوثيين عشان يهرب منهم عدن وسلم لهم عدن عشان يهرب منه على من تضحك الحين انت عبد ربه هو اللي سلم صنعاء للحوثيين هذا كلام علي عبد الله صالح رئيس المسكين هذا الضابط هذا هادي عبد ربه منصور هادي هذا هو ذي سقطها
ما احنا جزقطناها. المهم انا صراحه مش قادر استوعب الله انه يعني جالس تحاربهم 6 حروب وتعمل الطحنات هذه كلها ودخل السعوديه معك في حرب، السعوديه دخلتها معك في حرب، في الحروب 6 دخلت السعوديه معك علشان خلاف اداري معهم، وكنت توهم السعوديه انه هذول شيعه وهذول مدعومين من ايران وتفجع السعوديه عشان تبتزهم وتهرب منهم بياس، وتفجع احنا بوسائل الاعلام حقك انه هذول اماميين وثوره سبتمبر، واحنا نفتجع على ثوره سبتمبر، عرفت تمسك احنا من اللي توقعنا وخلاص ثوره سبتمبر بتنتهي والقوى الرجعيه لا وزدت علينا، وفي النهاية ترجع تقول لا لا ما فيش بيننا شيء، احنا هذا كان خلاف إداري ومش عارف ايش واحنا أصحاب ما فيش حاجة، عشان تسلم نفسك انت وأصحابك والمقربين منك. بس يبدو انه في الموضوع صفات، قد انا اقول مش جد يعني في النهاية ما تقدرش انت تقول انه الموضوع هذا جاد الدرجة هذه، انه ماخذين الموضوع جد وانه كانوا يتحاربوا وبعدين ما يتحاربوش وبعدين هذا مش جد، هذا اكيد اكيد صفات صفات تقول صفات يمكن صفات. هذول هم يمنيين وما اختلفوا معك بالسياسة. لما شوفوا صفات الحدود. لا صفات الحدود. المهم يتصافطوا يتحاربوا يعملوا 6 حروب 6 صفاطات 6 مش عارف ايش وبعدين ينكروا يقولوا الحوثيين لا 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 ما احناش متحالفين مع علي عبد الله صالح. ما احناش متحالفين. تطلع القنوات تطلع تسريب وعلي عبد الله صالح يتصل لحقهم القيادي يقول له غلقوا المنافذ غلقوا مش عارف ايش غلقوا هذا ويقول له علم يا فندم علم يا فندم حصلت يعني سيطروا على يعني المنافذ البري والبحري والجوية واضح وانت ما تيجي جلسوا وان انتوا هتركنوا هناك كد لا لا معنى قلت لك ما اطلعك طائرة ان شاء الله هذا كان مفضوحين خلاص اعترفوا عرفت القصة إنه أنتم شوية كذابين علي عبد الله صالح على الحوثي هذا كان يكذب علينا ويقول إنكم إمامين ومش عارف إيش وأنتم تكذبوا تقولوا علي إنه إنكم تحاربوه لأنه ظالم في النهاية طلعتم أنتم كلكم عصابة واحدة مع بعض بس الشعب بيحاربكم كلكم مرة واحدة والآن جالسين يقابلكم في كل مكان وعدهم هياكلوكم أكل وهتشوفوا كيف قلت لي يا عبد الجندي طلع علي عبد الله صالح يشتغل لصالح صاحبك ولا صاحبك يشتغل لصالح علي عبد الله صالح ولا منو الزقوه منهم ولا منو الاخجف منو الاخجف تقول ضد الحوثي بليري ضد الحوثي بليري ضد الحوثي بليري